بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في مواضيع من العقيدة، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بعد أن تحدثنا فيما سبق عن الإيمان بالكتب. فالإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان، لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وإقامة حجته على خلقه. والإيمان بهم يعني التصديق برسالاتهم والإقرار بنبواتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله. والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة، منها قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه، وحكم بكفر من فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض. وبعث الرسل نعمة من الله على البشرية، لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بالرسل، فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم، وفي تفصيل الشرائع والأوامر والنواهي والإباحة، وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن، والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالات موجودة فيهم، فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. والرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم، وهم 25، منهم 18 ذكرهم الله تعالى في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. والباقون وهم 7 ذكروا في آيات متفرقة، ومن لم يسمى في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهناك مسألة تحتاج إلى بيان، وهي الفرق بين النبي والرسول. فالفرق بين النبي والرسول على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فكل من النبي والرسول يوحى إليه،
لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم ويؤمن بهم بعضهم. والرسول أفضل من النبي، والرسل يتفاضلون. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والنبوة تفضل واختيار من الله تعالى، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفس وتنقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس، كما يقول الفلاسفة أنه يجوز اكتساب النبوة، حيث يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها تنصقل مرآة باطنه وتفتح بصيرة لبه ويتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره. فللنبوة عند الفلاسفة ثلاث خصائص: الأولى القوة العلمية، بحيث ينال العلم بدون تعلم بل بطريق القوة. الثانية قوة التخيل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها. الثالثة قوة التأثير في الناس، وهي التي يسمونها التصرف في هيول العالم. وهذه الصفات عندهم تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة بعض المتصوفة، فهي عندهم صنعة من الصنائع، وهذا قول باطل يرد عليه قول الله تعالى: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، وليست اكتسابا من قبل العبد. صحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم من البشر، ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الضلال. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.